لا تتراجع أزمة الازدحام المروري الخانق في العاصمة العراقية بغداد، بل تزداد شدة يوما بعد يوم، حيث تشهد شوارع بغداد على نحو متواصل زحامات بسبب كثرة أعداد المركبات والتوسع السكاني وتوقف أغلب العلامات المرورية عن العمل والاعتماد على رجال المرور المنتشرين في أغلب التقاطعات منذ الصباح وحتى المساء لفك هذه الزحامات إما باليد أو بواسطة عصا ملونة، حيث تعمل أغلب دول العالم على تحديث الأنظمة المرورية من خلال التخلص من الإشارات المرورية في الساحات والتقاطعات العامة وإنشاء مجسرات وأنفاق جديدة لتخفيف وطأة الزحامات. وبحسب مختصون، فالوضع الحالي يتطلب تضافر جميع الجهود حتى يتمكن الجميع من تنظيم السير في الشوارع والعمل بجد لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تستنزف الطاقات بشكل كبير. فالشوارع الممتلئة بالسيارات تسهم في تذمر المواطنين وتسبب أضراراً صحية للمواطنين نتيجة الضغط والتوتر الذي يعانيه السائقون، فقضاء أوقات طويلة داخل مركبات بالكاد تتحرك أمر صعب يؤثر على الأعصاب، وهو مشهد يتكرر يومياً، ولهذا يجب تفعيل العديد من القوانين التي تضمن تقليل الازدحامات المرورية إلى أقل قدر ممكن، والمبادرة لوضع حلول ناجحة لهذه الظاهرة. أحبتي المشاهدين، طبعاً بعد ما رجعنا من التقرير نلاحظ أن الازدحامات المرورية بلغت حداً لا يطاق وأصبحت مشكلة تتفاقم يوم بعد يوم، أصبح هو بيئة زينة، يعني نلاحظ في البيت الواحد كل شخص، الزوجة والزوج والابن والبنت، كل شخص يمشي السيارة ويروح إلى مكان عمله بهذه السيارة، إنه إحنا يجب أن نعلم إنه هذه السيارة هي وسيلة للتنقل، ممكن إنه العائلة بأثرها في الدوام او تكون هناك خط للتنقل، هاي قد راح يحد من المشكله. المشكله الاخرى انه وجود هذه السيارات باعداد كبيره بلغت الطاقه الاستيعابيه بالعاصمه بغداد وبلغت القدره الاستيعابيه للطرق، احنا الطرق نلاحظها ماكو صيانه مستمره لها، يعني مهمله بصوره كبيره على مدار الحكومات المتعاقبه، نلاحظ انه هناك تخسفات، هذا كله بسبب الضغط، بسبب انه هذه اعداد السيارات كبيرة. هذا الموضوع سبب مشاكل كثيرة وعديدة للمواطن العراقي، يعني أصبح يبقى بالازدحام ساعات وساعات تهدر من هذا يومه، بالتالي ممكن إنه ما يحقق مصالحه الشخصية، ممكن ما يصل إلى دوامه بوقت محدد، يعني ما يحصل من هذا الازدحام سوى التعب والملل ومسبب له ضغط نفسي. أحبتي المشاهدين، طبعاً للازدحامات مساوئ كثيرة، فتعالوا معنا نتعرف على ما هي مساوئ الازدحام المروري اقتصادياً. شوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. تعتبر مشكلة الازدحامات المرورية من الناحية الاقتصادية هي ارتفاع في تكلفة النقل، هذا بالدرجة الأساس، وأيضاً استهلاك للوقود والطاقة. طبعاً هذا مؤثر كبير جداً على رفع أسعار النقل وبالتالي رفع أسعار السلع والخدمات. مشكلة الزحامات في بغداد وفي المدن العراق الكبرى تحتاج إلى تخطيط استراتيجي، إلى تغيير الطرق وإيجاد بدائل، وعملت أغلب دول العالم خصوصا اللي بيها نسب سكانية عالية على إنشاء طرق سريعة، وأيضا الاستثمار في هذا المجال عن طريق القطاع الخاص، تكون هناك طرق بديلة لقاء مبالغ معينة. لحل هذه الأزمة من الناحية الاقتصادية يحتاج أنه يكون هناك انفتاح في المدن مثل ما حصل في مصر، تم إنشاء القاهرة الإدارية أو مدينة القاهرة الإدارية اللي هي كانت بعيدة عن القاهرة القديمة من أجل تقليل الزخم المروري والازدحامات، وهذا طبعا له تأثير من الناحية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية تأثير كبير جدا، حيث يسهم ذلك بتقليل الازدحامات وبالتالي تقليل تكاليف النقل، وأيضا طبعا الوقت يعتبر اقتصاديا هو تكلفة، يعني خسارة الموظف عندما يصل إلى
مقر عمله بساعتين أو ساعة ونصف، هي تكلفة تأخيرية، هذا بها جانب. وأيضا الجانب الآخر أنه الراحة النفسية عندما يكون التنقل بلا زحامات حتى يؤثر على المستوى النفسي لتقديم الخدمات. يعني أغلب المستخدمين للشوارع هم مثلا اللي يكونون يقدمون خدمات كالأطباء والمهندسين والأساتذة، طبعا هذا عندما يصل بفترة الزحامات راح يقل إنتاجيته، إذا يعني فترة النقل طالت أكثر من الحد المحدد ستؤثر بشكل كبير. رول الحلول هو استخدام النقل العام والنقل الجماعي، وهذا طبعا من المشاريع المقترحة أن يكون هناك مترو أو الاستفادة من النقل الجماعي، هذا سيقلل من الزخم المروري والازدحامات، وأيضا إلى تأثير استثماري من الناحية الاستثمارية راح يقلل استهلاك الوقود وبالتالي تقليل من تكاليف النقل. طبعا الخطة الحكومية يجب أنه تترسخ في مجال الانتقال إلى النقل الجماعي العام، وطبعا هذا إحنا متأخرين، العراق متأخر في هذا الجانب، طال الحديث عن مترو بغداد، عن مترو عن ترام بيكون هناك، أو حافلات نقل، إذا صارت حافلات نقل ستؤثر بشكل كبير أنه بالعكس الزحام راح يزيد، لكن الحلول تكون عن طريق قطار معلق أو مترو، سيخفف جزء كبير من الزحام وبالتالي إلى تأثير من الناحية الاستثمارية ومن الناحية الاقتصادية بتقليل تكاليف النقل، هذا مؤثر على الإنتاج بشكل كبير. أو حالة مرضية نشوف صعوبة إيصال أن تصل سيارة الإسعاف أو الدفاع المدني أو سيارة الأطفاء إلى مكان الحادث. هنا ممكن نسبب مثلا إذا كان هناك حريق، هذا الحريق راح يستمر وممكن يسبب خسائر مادية وبشرية، وسيارة الإطفاء بعدها مو واصلة كلها بسبب الازدحام. ممكن تكون هناك حالة مرضية، لا ممكن هذه الحالة تصل إلى الوفاة ولكن بعد سيارة الإسعاف مو واصلة. هذا يحتاج أيضا الجهات المعنية أنه تعي خطورة الموضوع. المشكلة انه انا شخصيا شهدتها انه احنا باحدى الازدحامات في العاصمة بغداد، كانت هناك سيارة اسعاف كان تحمل يعني امرأة، وهذه امرأة بحالة خطرة وابنها بسيارة الاسعاف ايضا موجود، لكن هذه السيارة بقت ويانا بالازدحام تقريبا ما يقرب الساعة، وهذه سيارة اسعاف تنادي انه لازم انه نفتح لها الطريق او يكون طريق انه يعني نفتح لها المجال حتى تمر، لكن دون جدول. ليش؟ لانه هو الشارع قافل، يعني السيارة المقابل سيارة اسعاف شلون تفتح المجال حتى سيارة الاسعاف تمر؟ يعني هو كان انه اغلب الازدحامات تكون بالتقاطعات، هو تقاطع، فانه يعني تعرفون جزء جزء تمر السيارات، بالتالي انه هذه السيارة والابن هذا الموجود بسيارة اسعاف خطية نزل بوسط الشارع، وانه هو بيصرخ على صوته حتى انه يفتح المجال لكن دون جدول. هنا بهذه الحالة انه هذا المريض ايا كان هو راح يصل الى الوفاة، يعني احنا المستشفى المفروض هي تنقذ حياته، بالتالي صعوبة الوصول لها يؤدي الى الوفاة. حبيت المشاهدين ضروري جدا انه هناك خط او طريق خاص لتقديم خدمات الطوارئ. في اغلب دول العالم موجود طريق خاص للاسعاف والدفاع المدني وسيارات الاطفاء، يكون هذا خاص بها بدون ان تمر بهذه الازدحامات والاختناقات المروريه، فيجب ان نعي خطوره الموضوع. السؤال هنا اللي يطرح، ليش لما تكون هناك خط خاص لسيارات الاسعاف وخدمات الطوارئ لتقديمها، وما هي الحلول السريعه اللي ممكن نقدمها حتى نتخلص من مشكلة الازدحام، باعتبار أنه مترو بغداد والقطار المعلق هذا يحتاج إلى سنوات طويلة وعديدة حتى يتم إنجازه، فما هي الحلول السريعة البديلة؟ نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. بتوجيه من السيد معالي وزير الداخلية المحترم وإشراف مباشر وميداني للسيد مدير المرور العام، هنالك لجنة تسمى لجنة السلامة المرورية تشكلت
في وزارة الداخلية، ترأسها السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم، وعضوية كل من مديرية المرور العامة وأمانة العاصمة أمانة بغداد، كذلك الطرق والجسور ووزارة التجارة ووزارة النقل ووزارة التربية وبعض الدوائر الاختصاصية. مهام هذه اللجنة هو بحث المخرجات والمعالجات لفك الزخم المروري. أكيد أسباب الزخم المروري معروفة، لذلك وضعت هذه اللجنة بعض الحلول، بعض المقترحات لحل هذه المشكلة وهي مشكلة الزخم المروري، منها تقنين استيراد المركبات، كذلك بناء واستحداث طرق وجسور جديدة في العاصمة العراقية، كذلك الطرق الحولية، الطريق الحلقي ما يسمى الطريق الحلقي لمحافظة بغداد، كذلك مشروع القطار المعلق، مشروع التاكسي النهري التابع لوزارة النقل. هذه بعض الحلول. كذلك اقترحت مديرية المرور العامة أن يكون هناك منطقة للتبادل التجاري للبضاعات كي لا تدخل المركبات الكبيرة إلى قلب العاصمة، كذلك تكون هناك منطقة حرة لبيع المركبات القديمة إلى دول الجوار، وهذا أكيد سوف يدر على البلد بمردود اقتصادي، كذلك إيقاف منح الأرقام في مديرية المرور والرجوع إلى قرار ترقين قيد المركبات، أي تسقيطها لكي يكون هنالك توازن في المركبات في الشارع، كذلك تطبيق القانون المروري وبالأخص على المخالفات التي تؤثر على حركة السير والمرور، ومنها الوقوف الممنوع وعدم الالتزام بالإشارات المرورية سواء كانت الإشارات الضوئية أو إشارة رجل المرور، كذلك عكس السير، هذه المخالفات، السياقة بتهور ورعونة، هذه المخالفات تؤثر على عكس السير، على الشارع، وتؤثر تأثيرا سلبيا يؤثر بحصول زخم مروري. من المشاكل الأخرى اللي نعاني منها هو عدم وجود أماكن نظامية لوقوف السيارات، يعني ما عندنا باركات خاصة حتى أو بأعداد كبيرة تستوعب الأعداد الموجودة، فنشوف أنه أغلب المواطنين يحاولون أنه يصفون السيارة بوسط الشارع أو بجانب الرصيف أو بفرع يكون هو مغلق، وهذه أيضا هي تسبب الزحامات، وأيضا نشوف أنه يصف السيارة بالشارع التجاري لأن هناك أغلب الشوارع هي محلات ومحلات تجارية وأماكن لتصليح السيارات أو مجمعات سكنية، هذه كلها هي أيضا المواطن من يريد يلتجئ لأي محل أو لأي بناية هو يصفها بوسط الشارع، ليش؟ لأن ماكو باركات خاصة وتكون هي باركات تستوعب العدد الموجود، وإذا كانت موجودة فهي تستوعب عدد قليل من السيارات، فإحنا بحاجة إلى يعني بارك يكون متعدد الطوابق حتى يستوعب، نحتاج أنه يكون هناك بناية تجارية يجب أن يكون بجانبها بارك، عندما يكون هناك مول يكون هناك بارك، مو فقط يكون هو متعدد طوابق لأن هو المول كبير أو المجمع السكني هو مساحته كبيرة، فيحتاج أنه ننتبه لهذه النقطة جدا مهمة. بالتالي النقطة الأخرى اللي بتسبب الازدحامات هي المخازن الموجودة في وسط المناطق السكنية أو أماكن تصليح السيارات وغيرها وغيرها، هاي أيضا مسببة ازدحامات. والنقطة الأخرى أيضا إحنا بدنا نمتلك موضوعة إنه ثقافة النقل الجماعي، إنه
يعني نذهب إلى مكان عملنا إنه يكون فيه النقل الجماعي وتكون فيه السيارات متوفرة، حتى إنه إحنا نتخلص من سيارتنا الخاصة ونروح إلى مكان عملنا بهذا البعض. المشكلة وين؟ المشكلة إنه شركات النقل أو وزارة النقل هي مدى توفر أو تكون هو ماكو جهد بمعنى حقيقي حتى تعمل هذه وزارة النقل بتوفير باصات حكومية. ليش لا ما تكون هناك باصات؟ ليش لا ما تكون هذه الباصات متوفرة وتكون هناك محطة انتظار وتكون نظامية وهذه الباصات تنقل المواطن من منطقة إلى أخرى؟ ليش لا؟ طبعاً الباص الحكومي أو أي باص إنه مثلاً باص يعني يحاول يستوعب 40 مواطن، تدرون إنه 40 سيارة راح تلغى من الشارع، يعني شقد راح ممكن هو يخفف من الازدحامات. فنتمنى انه من شركات النقل وانه هي توفر هذه الباصات، تكون هناك محطات انتظار في اغلب دول العالم موجوده وثقافه موجوده انه ليش لا ما انا اركب هذا الباص، ليش لا، وان كانت انا شخصيه او يعني مدرس او انه انا دكتور جامعه او ليش لا. فالسؤال هنا بيطرح الى وزاره النقل، ليش لا ما يتم توفير باصات حكوميه كما موجوده كانت في السابق وتكون لها محطه انتظار، ليش لا؟ شوف الجواب احنا هذا. عملت إدارة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ومنذ تسنمها مهام إدارة الشركة إلى تطوير واقع النقل العام في عموم المحافظات والمناطق العراقية، وكان بإسطول حافلاتها المكون من 110 حافلات بين باص ذات طابق واحد وطابقين وبالإضافة إلى باصات سياحية. شرعت إدارة الشركة بتفعيل النقل العام في العاصمة بغداد وافتتاح العديد من خطوط النقل الجديدة في جانبي الكرخ والرصافة لتغطي بهذا أغلب المناطق في بغداد. لم يختصر الأمر على العاصمة بغداد فقط، بل تم تفعيل أيضا النقل الجماعي في العديد من المحافظات العراقية بالتنسيق مع مجالس المحافظات. نذكر هنا مثل محافظة نينوى، البصرة، النجف، أيضا ديالى، صلاح الدين، الأنبار. كما يجري أيضا التنسيق بتعميم نشاط النقل الجامعي في عموم المحافظات العراقية الأخرى. وأيضا تم خلال الفترة الماضية تفعيل خطوط النقل بين المحافظات العراقية عبر حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود. يعتبر هذا في يعني خطوة لتحقيق تغيير ملحوظ في تطور واقع النقل في البلاد. أما بخصوص محطات الانتظار نتحدث هنا، فقد تم إنجاز أكثر من محطة انتظار في أكثر من مكان من محافظة بغداد تحديدا، لكن عزوف الناس اليوم عن النقل الحكومي العام جاء بسبب أنه توفرت سيارات كثيرة داخل بغداد وتحديدا في جانبي الكرخ والرصافة. تكون سيارات عشوائية وبدون نظام وبدون خطط فعليا، لأن الدخول النظامي هو يجب يكون بقواعد وبأمور محددة، لكن الاستيراد العشوائي هو يسبب مشكلة، يسبب الازدحامات. نشوف أنه امتلاك أي شخص دي يقدر يمتلك السيارة وأصبحت هي متوفرة وبسهولة يقدر المواطن أنه يحصل عليها. اللي نحتاج أنه إحنا تكون هناك جهود حديثة وجهود حقيقية مبذولة من الجهات المعنية، لأن بهذا الموضوع نحتاج إلى إعادة الطرق، صيانتها، توسيع البنى التحتية للطرق مع اللي يتوالم مع الزيادة السكانية. يعني المسؤولية تقع على الوزارات والدوائر ذات العلاقة المشتركة بهذا الموضوع. علينا أنه إحنا نستفاد من تجارب بعض الدول اللي أيضا هي أغلب الدول تعاني من الازدحامات، لكن عندها بدائل اللي هي المترو، عندهم القطار المعلق، عندهم خطط. يجب أنه إحنا نتعرف على هذه الخطط ونستفاد من بعض هذه الخطط. احنا دائما نسمع بمترو بغداد ونسمع بالقطار المعلق، صارنا سنوات طويله وعديده لكن متى تتنفذ على ارض الواقع؟ هو كلام فقط دون فعل. فتعالوا معنا نتعرف احنا وياكم على تجارب بعض الدول، شلون نحاول ان نحدون من مشكله الازدحامات بدون ما يعني ننتظر المترو او القطار المعلق، لكن راح نتعرف على هذه التجارب احنا وياكم بعد هذا.
مثل ما ذكرنا صحية ونفسية وحتى اقتصادية للدولة نفسها. الدول اللي راح نتعرف عليها انه احنا وياكم مثلا جمهورية مصر، مصر معروفة بالازدحامات ومعروفة بالكثافة السكانية ومعروفة بموضوع انه اختناقات المرورية، لكن جمهورية مصر عملت على موضوع انه انشاء انفاق وانشاء المجسرات وايضا فعلت موضوع النقل العام. عندهم النقل العام هو بالدرجة الاساس، واي شخص هو يعني بدون انه هو يباهي بمنصبه لكن هو ايضا يروح يتنقل من مكان الى اخر بالنقل العام. والمشكلة او السبب الاساسي انه احنا نعاني به انه احنا ما عندنا وسائل نقل عامة. هم لا، يمتلكون وسائل عامة بصورة كبيرة، وسائل النقل العام ومتوفرة بصورة كبيرة، بالتالي هاي ايضا حدت مشكلة الازدحام. فليش احنا ايضا نفعل النقل العام، او ليش ما نسوي انفاق ومشروع. الدولة الاخرى راح ننتقلها احنا وياكم هي السويد. السويد ايضا عاصمتها معروفة بالازدحامات المرورية، لكن الحكومة عملت على موضوع انه هو فعلت موضوع النقل العام ايضا، وعملت غرامة مالية محددة بنسبة تقريبا 20% انه على اللي يتنقل بسيارته المدنية. مشروع اللي هو النقل. والله يعني حاليا صحيح الشارع مزدحم خاصة أيام الدوام، ويبقى مزدحم تقريبا من 8 الصبح إلى 3 أو 4. والحلول يعني هي لازم إنه يسوون إنه أنفاق جسر، لأن حتى المنشأة والسيطرات والصبات يعني صح فرقت شوية، بس مو ذاك الفرق، لأن ما شاء الله السيارات هواية تزيد السيارات يوم عن يوم، ويعني الناس اللي ما عندها شغلة وعملة صارت إنه تشتري السيارة بالأقساط وتاكسي وهاي الأمور. والله هو يعني نظام صحيح ولازم يتطبق، ويتطبق على يعني مدى قريب، يعني إنه مثلاً سيارة فاتها 5 موديلات أو أكثر تسقط أو تتغير أو تشوف لها شارة، لأن هوايد تزيد السيارات. حتى السيارات القديمة تبدأ تطلع بالشارع وعادي الأمور. هي لازم أكون رقابة على هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بدون رقابة راح تدخل هواي أمور غير السيارات، فلازم يحطون رقابة إنه على استيراد السيارات وغيرها. الازدحامات مثلاً يم